حركة المحافظين وتعيين نواب جدد. وده بالمناسبة واحد من أبرز الخطوات الدستورية التي تلت أداء اليمين للوزراء والمحافظين الجدد. معانا على تليفون دكتور سمير عبد الوهاب الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. يعني كنا بنتكلم على مسألة ما بين التغيير الحكومي ثم حركة المحافظين وأيضا النواب الجدد وأنها خطوة دستورية، كيف ترى هذا الأمر يا دكتور؟ يعني طبعا اللي حصل النهاردة يعتبر خطوة مهمة جدا، سواء فيما يتعلق بالتغيير الوزاري أو فيما يتعلق بتغيير المحافظين. يمكن على مستوى التغيير الوزاري بنلاحظ أن حوالي 67% من الوزراء تم تغييرهم، تم استحداث وزارة جديدة اللي هي وزارة الاستثمار، تم دمج بعض الوزارات زي وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، وزارة النقل مع الصناعة وهكذا. يعني طبعا أيضا فيما يتعلق بالدماء الجديدة اللي هي دخلت في الوزارة، هنجد أن نسبة كبيرة من الوزراء اللي هم يعتبروا في سن الشباب يعني، وده بيعتبر ضخ دماء جديدة في الحكومة وكده. وإن كنت يعني طبعا فكرة السن زي ما يعني أهم حاجة يعني طبعا الكفاءة طبعا. يمكن السن لو احنا نظرنا للسن هنجد ان كلهم الوزراء جميعا يعني بيقعوا في فئتين عمريتين، فئة الشباب، لان طبعا وفقا لمنظمة الصحة العالمية بتعتبر ان سن الشباب من 25 ل 65 سنة، وبتعتبر ان هم من 65 لغايه 80 بيعتبروا من متوسط العمر. ايه ده؟ يعني انا كده لسه في سن الشباب بقى دكتور؟ طبعا وفقا لمنظمه الصحه العالميه هي صنفت الفئات دي وفقا لكده يعني، فده ده متعارف عليه. فالاثنين بيقعوا في فئتين في مرحله القدره على العطاء والاداء يعني بصفه عامه. فده بالنسبة طبعا استحداث برضو اثنين نواب رئيس وزراء دي مهمة جدا، لان يمكن كان ده مفتقد في الوزارة السابقة او الوزارات السابقة، فكرة التنسيق ما بين الوزراء وبعضهم البعض. فاعتقد وجود نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية ممكن يبقى دوره مهم جدا في التنسيق ما بين الوزارات اللي هي بتصب في مجال التنمية البشرية زي التعليم والصحة وغيرهم، أو نائب رئيس وزراء للصناعة والنقل. طبعا يمكن البعض زي ما حضرتك ذكرت يعني بيستغرب من فكرة العلاقة ما بين الصناعة والنقل، لكن يمكن قبل كده الفريق كامل الوزير كان قال ان هو في كوزير النقل بيعتمد على تصنيع عربات للسكك الحديد او الاتوبيسات او كده، فهنا وزاره النقل بتعتمد على التصنيع يعني في عملها او في جانب كبير جدا منها. طبعا بتعتمد بتصنع. في جانب كبير على التصنيع طبعا. فممكن يكون ده برضو من اهداف الجمع ما بين وزاره النقل ووزاره الصناعه. وحضرتك ادرى مني يا دكتور سمير، يعني ادرى حضرتك الاستاذ في هذا العلم يعني كاستاذ الاداره والحكم، ان احنا بنتكلم انه هو كثير جدا من دول العالم الاكثر تقدما التخصص الاكاديمي للفرد لا علاقه له على الاطلاق بالحقيبه الوزاريه او السياسيه التي يتولاها. بتفق مع حضرتك في النقطه دي، لان اهم حاجه في الوزير هو اولا ده منصب سياسي ومنصب اداري في نفس الوقت، لان صحيح. هو بيقوم بدور سياسي باعتباره عضو في مجلس الوزراء، بيشارك في وضع السياسه العامه، وهو بيعتبر على قمه الجهاز الاداري في الوزاره بتاعته، فهو بيجمع ما بين الجانبين السياسي والاداري، وبالتالي هو مش بالضروره يكون متخصص في الجانب الفني، لان ده ممكن يعتمد فيه على مستشارين، بس هنا مع ضروره حسن اختيار المستشارين اللي هم يساعدوا. لكن بصفه عامه المفروض ان هو يتوفر فيه القدره على اداره الازمات، القدره على حل المشكلات، القدره على التواصل مع المواطنين ومع المجالس النيابيه او البرلمان يعني. فدي اهم الصفات اللي هي المفروض بتتوافر في اي وزير يعني. صحيح. يعني طبعا بالنسبه يمكن حضرتك اتكلمت عن حركه المحافظين برضه في نفس الاطار،
يعني حصل تغيير كبير جدا في المحافظين وفي نواب المحافظين. يمكن نسبه التغيير في يعني بالنسبه للمحافظين وصلت لحوالي 78%، عدد اللي هم تم تغييرهم واصبحوا محافظين جدد يعني لاول مره 21 محافظ، بالاضافه للابقاء على 7 محافظين من كانوا موجودين يعني دول استمروا يعني، لكن ارضى اليمين القانونيه ايضا ان هم كانوا يعتبروا مستقيلين بانتهاء مده رئيس الجمهوريه. في تنوع في خلفياتهم المهنيه ما بين ناس كانوا يعني عندهم خلفيه عسكريه، في ناس عندهم خلفيه امنيه، في ناس عندهم خلفيه مدنيه، ويمكن في عدد لا باس به من المدنيين اللي هم كانوا بيعملوا في مجال الاداره المحليه كسكرتيرين عموم او رؤساء احياء او مدن يعني، بالاضافه برضه في بعضهم كان بيعمل في اطار اداره المدن الجديده. فالمحافظين فيهم قدر كبير من التنوع، لكن المهم بالنسبه للمحافظين يعني سواء كانوا اللي هم استمروا او اللي هم الجدد او كده، انا ارى ان هم المفروض كل واحد فيهم يستغل الفترة القادمة دي في ان هو يتعرف على المشكلات اللي موجودة في المحافظة بتاعته، يتعرف على الامكانيات والموارد المتاحة في المحافظة بتاعته، وازاي هو يضع خطة تبقى على الاقل معيار من خلاله هو يقدر يقيم اداؤه ويعمل في ضوءه، وتبقى دي صحيح. يعني كانها دي يعني اتفاق ما بينه وما بين المواطنين، ويا ريت كمان ده يبقى من خلال اشراكه للمواطنين في عمليه وضع هذه الخطط، وعنده الكثير من الاليات اللي هو ممكن يعتمد دي مهمه جدا 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 يا دكتور. جدا مساله ان هو التواصل طول الوقت مع المجتمع المحلي. خليني اول اشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور سمير، دكتور سمير عبد الوهاب استاذ الاداره والحكم المحلي بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره.